بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم محاضرتنا ستكون إن شاء الله عن الفروض العلمية، ولكن نذكر بموضوع المحاضرة السابقة كانت هي قضية استخدام المنهج العلمي في دراسة الظواهر الاجتماعية بين المؤيد والمعارض، وتمت مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل من حيث تعقد المواقف الاجتماعية ومن حيث استحالة إجراء التجارب في العلوم الاجتماعية، وكذلك تعذر الوصول إلى القوانين الاجتماعية وبعد الظواهر الاجتماعية عن الموضوعية، وأخيرا عدم دقة المقاييس الاجتماعية. هذا يعني كل ما ناقشناه في المحاضرة السابقة، وأثبتنا بأنه لابد من استخدام المنهج العلمي. اليوم أصبحت العلوم الاجتماعية، علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، تستخدم المنهج العلمي في دراسة الظواهر الاجتماعية للوصول إلى القوانين الاجتماعية التي تحكم سير هذه الظواهر والنظم والعلاقات الاجتماعية. فاليوم يعني لكن على المتخصصين في العلوم الاجتماعية والخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع خاصة، لابد أنه يكون عندهم دائما الاطلاع الواسع في قضية استخدام المنهج العلمي في دراسة الظواهر الاجتماعية في المجتمع. اليوم سنتناول موضوع هام جدا، وهو موضوع الفروض العلمية. الفروض العلمية، الفروض العلمية هذه كثيرا ما نستعين بها في عند دراستنا لأي ظاهرة أو مشكلة، بحيث أننا لابد أن نضع يا إما تساؤلات للبحث أو نضع فروض علمية. فسنتناول الموضوع من حيث تعريف الفروض العلمي، أنواع الفروض ومصادرها وشروط الفروض العلمية. لو إجينا للفروض العلمية، الفروض العلمية هي عبارة عن حلول مؤقتة. أنا عندما أدرس مظاهرة أو مشكلة بضع احتمالات، إذن الفرض هو عبارة عن فكرة مبدئية احتمالية قابلة للصح أو الخطأ، فلذلك بضع الاحتمالات. فلذلك من هنا بنقول الفروض هي حلول مؤقتة بتخضع للاختبار والتجريب والإثبات، وليست حلول نهائية للمشكلة، ليست هي الحلول النهائية، فهي حلول احتمالية. يعني احتمالية يعني محتملة أو احتمالية، ليست مؤكدة. نعم، محتمل ليست مؤكدة. فلذلك ليست حلول يعني مؤكدة للمشكلة، بل هي حلول احتمالية قابلة للخطأ والصواب. طبعا هنا احنا كباحثين علينا نختار الوسائل المناسبة لجمع الحقائق والبيانات واللي بتثبت صحة أو خطأ الفرض العلمي. واضح؟ في عندنا أيضا كلمة الفروض في أصلها الإغريقي هي عبارة عن مجموعة المبادئ الأولية اللي طبعا بيسلم العقل بصحتها، طبعا لا يستولى التي لا يستطيع البرهن عليها بطريقة مباشرة لشدة عموميتها. وعرف أرسطو الفرض بأنه نقطة البدء في كل برهنة، نقطة البدء. علشان بدنا ايه نبرهن على شيء لابد نضع له فرض علمي علشان نتأكد من صحته او خطأ. وايضا هو المنبع الاول لكل معرفة يكتسبها الانسان، اي انه المبدأ العام الذي يستخدم كاحدى مقدمات القياس. في العصر الحديث احنا نستعمل الفرض لنشير الى التعميمات التي لم تثبت صحتها والتي يحاول الباحث أن يتحقق من صدقها ليتخذها سبيلا إلى فهم الظواهر وتفسيرها. في عنا أستاذنا رحمة الله عليه عبد الباسط حسن عرف لنا الفرض العلمي، فالآن بدنا نعرف ما هو الفرض العلمي. ما هو الفرض العلمي؟ أيوة بنتي. هو عبارة عن فكرة مبدئية تربط بين الظاهرة موضوع الدراسة وبين أحد العوامل المرتبطة بها أو المسببة لها. بالضبط. طيب ممكن إحنا يعني لما بقول هو عبارة عن فكرة أو عبارة عن فكرة مبدئية تربط بين الظاهرة والعوامل أو أحد العوامل المسببة لها، ممكن نضرب مثال على ذلك؟
الظاهرة والعوامل المسببة لها. ناخذ أي ظاهرة، اذكروا لي ظواهر كثيرة في مجتمعنا الفلسطيني. ما هي الظواهر؟ إيش هي الظواهر؟ لا بدي كل طالبة تشغل يعني ظواهر كثيرة عن ظواهر اجتماعية. هيا بنتي قولي. ظاهرة البطالة، ظاهرة الفقر. طيب ظاهرة البطالة مثلا لو أخذنا ظاهرة هذه موجودة في المجتمع، ظاهرة الفقر موجودة في المجتمع. طب أخذنا يعني لو أخذنا مثلا ظاهرة البطالة، ما العوامل المسببة لظاهرة البطالة؟ الحصار الاقتصادي، الحصار السياسي والاقتصادي من قبل الاحتلال، الحصار المفروض علينا من قبل القوى الظالمة على مجتمعنا. إذن هذا سبب رئيسي. إذن ممكن هنا نربط ما بين هذه الظاهرة وهذا العامل، واضح؟ أيضا عدم وجود فرص عمل، هذه بطالة. عدم وجود الوظائف الكافية للشباب الخريجين، زيادة عدد الخريجين وقلة الوظائف، هذه أيضا بتسبب لنا البطالة. إذن معناته في عدة أسباب للظاهرة، ممكن نربط سبب ونجعله فرض علمي ونربطه بالظاهرة، نقول والله ظاهرة البطالة هذه توجد علاقة أو دلالة معنوية ودلالة إحصائية ما بين الحصار والبطالة. الاقتصادي والبطالة، الحصار المفروض علينا والبطالة. إذن هنا ربطنا بين أحد العوامل وبين البطالة كظاهرة، واضح؟ فهمنا كيف هذه بدنا نصيغ؟ وهكذا يعني ممكن نطبقه على كل ظواهرنا الاجتماعية. في عنا كثير من الظواهر الاجتماعية، بدي كل طالبة تذكر ظاهرة اجتماعية علشان نلم بهذه الظواهر، لأن هو مواضيع بحثنا في الفصل القادم إن شاء الله لبحث التخرج. نعم يا بنت قولي. نعم، ظاهرة التسول أيضا والعوامل اللي بتسبب في ظاهرة التسول كثيرة جدا. اذكر كمان ظاهرة إيه؟ العمالة، عمالة الأطفال أيضا وعوامل بتأثر فيها. أيوة بنتي، الجريمة والقتل، الجريمة، ظاهرة الجريمة والعوامل اللي بتسبب الجريمة. ظاهرة الطلاق، ظاهرة الطلاق في المجتمع ولها أسباب لظاهرة الطلاق. أيوة ظاهرة السرقة والعوامل بتسبب ظاهرة السرقة، ظاهرة جناح الأحداث. إذن كثير من الظواهر الاجتماعية موجودة في مجتمعنا وتحتاج إلى دراسات. فإحنا بنشوف الظاهرة وبنربط العوامل أو أحد العوامل المسببة للظاهرة بالظاهرة. هنا هذا بنصيغه على صيغة فرض علمي، واضح؟ فهمنا؟ إذن الفرض هو عبارة عن فكرة مبدئية تربط ما بين الظاهرة والعوامل المؤثرة في الظاهرة أو بعض العوامل. ممكن نأخذ عامل، عاملين، ثلاثة، أربعة إلى آخره، ونربطها بالظاهرة ونصيغها على صيغة فرض علمي زي ما حنشوف إن شاء الله كيفية صياغة الفروض العلمية. أستاذ لو سمحت، يعني هل قلت مثلا لما أخذنا البطالة أسبابها الحصار، وهذا الحصار والإغلاق المعابر مثلا، هذا كله بنسميه فروض؟ فروض، أيوة ممكن، أيوة، لأن عوامل بتسبب الظاهرة، فهذه ممكن نصيغها على شكل فروض، يعني أسباب للظاهرة ونربطها على صيغة فروض، وحنقولكم كيف نصيغ الفروض. في عندنا أيضا تعريف آخر، إحنا قلنا هنا عبارة عن فكرة مبدئية تربط ما بين الظاهرة والعوامل المسببة لها أو أحد العوامل المرتبطة لها والمسببة لها، أو عبارة عن فكرة مبدئية تربط بين متغيرين، متغير تابع ومتغير مستقل. متغير تابع ومتغير مستقل، زي حنشوف ايش المتغير التابع، زي مثلا الطبقة الاجتماعية والإنجاب وظاهرة الإنجاب وهكذا. طيب في عندنا هنا الفروض دائما بتوجهنا إلى نوعية الحقائق، يعني دائما الحقائق والبيانات اللي بدنا نجمعها من مجتمع البحث. فعندما نصيغ الفرض، إذن هنا بنركز موضوع البحث حول المشكلة والفرض العلمي اللي هو اللي بنبحث فيه، أو مجموعة الفروض العلمية، وبيبقى فرض عام ومنه بتنبثق فروض فرعية، واضح؟ أيضا من الضروري ما نتسرعش في صياغة الفروض لأي مشكلة. بنصيغ المشكلة وبنختار المشكلة وبنشوف إيش أهم العوامل بتأثر في المشكلة، وبنستنبط منها الفروض العلمية لصياغة المشكلة والتأكد من هذه الفروض، هل هي صحيحة أم غير صحيحة،
هل لها علاقة بالمشكلة أم لا؟ هذه طبعا بدنا نجلس ونفكر، وعندما نصيغ الفرض سواء كان فرض عام للمشكلة أو نختار منه بعض الفروض الفرعية. الفروض الفرعية طبعا الفروض لها أهمية كبيرة، يعني احنا اخذنا فكرة عن الفروض، الآن بدنا ناخذ ايش أهمية الفروض، ما أهمية الفروض بالنسبة لنا كباحثين عندما نصيغ الفرض. ترى بالمناسبة في البحوث في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع دائما احنا بنضع يا اما تساؤلات للبحث لتجيب عن هذه التساؤلات، او بنضع فروض علمية للتأكد من صحة هذه الفروض او عدم صحتها. فاحنا هنا بنركز على موضوع الفروض، الان نركز على موضوع الفروض. فالفروض لها أهمية، ما أهمية هذه الفروض؟ ها يا بنت قولي. كويس، انت عارفين في العلوم الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع والعلوم الاجتماعية يعني البحوث التجريبية ما زالت يعني تخضع إلى الفروض العلمية لوضع فروض عليها والتأكد من صحة هذه الفروض. فاليوم أصبحت العلوم الاجتماعية أو خاصة علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية متقدمة في البحث التجريبي، وبالرغم من أنها متقدمة لكن أيضا هناك بعض الظواهر الاجتماعية التي لم يتطرق لها البحث، وأيضا هناك بعض الظواهر التي تظهر جديدا في المجتمع، تكون ظواهر جديدة تنشأ حديثا في المجتمع تحتاج إلى دراسات، لأنه ما فيها دراسات تجريبية أو سبق فيها الكم من الدراسات. فهذه الدراسات التي لم يسبق فيها دراسات يعني كمية كثيرة أو لكي نصيغ منها الفروض، هنا بنتبع مع هذه الدراسات الحديثة. إيش نوع الدراسة اللي بنعملها مع مثل هذه الظواهر؟ مين تقول لي ما نوع الدراسة؟ ما نوع الدراسة مع البحوث الجديدة أو مع الظواهر الجديدة في المجتمع، المشكلات الجديدة التي تظهر وما فيش عندنا دراسات حولها، بنعمل عليها إيه؟ استطلاعية. ها؟ برافو، استطلاعية، دراسات كشفية أو استطلاعية، دراسات كشفية أو دراسات استطلاعية. لماذا؟ لكي نجري هذه الدراسات الاستطلاعية حول هذه الظواهر الجديدة أو الظواهر التي لم يسبق للباحثين دراستها دراسة معمقة، دراسة كثيرة يعني معمقة، بحيث نستنبط منها الفروض. فلذلك بنسلط الأضواء على مثل هذه المواضيع الاجتماعية والمشكلات أو الظواهر الاجتماعية بأننا نقوم بإجراء دراسات كشفية أو استطلاعية بنسميها، ومن خلال هذه الدراسات الكشفية والاستطلاعية بعد ذلك نستنبط الفروض، الفروض ونضعها كفروض لبحوثنا القادمة حول هذه الظواهر التي تمت دراستها، وهكذا. واضح؟ فلذلك من هنا بتبرز أهمية الفروض في أنه في البحوث اللي في عندنا عدد وكم حول الدراسات حول الظاهرة، كم من البحوث هنا ممكن نصيغ اللي هي الفروض بسهولة، ولكن الدراسات التي لم يكن فيها عدد كافٍ في الدراسات الاجتماعية من الظواهر الاجتماعية عدد كافي من البحوث أو مواضيع لم يتطرق لها الباحثون من قبل، هذه تحتاج إلى دراسات استكشافية أو بنسميها استطلاعية لكي نستطلع الظاهرة وندرس العوامل المسببة لها كدراسة استطلاعية كشفية، وبعد ذلك ممكن نصيغ منها الفروض. واضح هذا الموضوع؟ طيب، نعم أهمية. أيوة قولي كمان. نعم، في أهمية للفروض إنها في حياة الإنسان اليومية حيث يتعرض ويس. العديد نعم. من الأمور التي تحتاج إلى تفسير وتواجهه طبعا كثير من المشكلات. هذه من أهميتها، أهمية الفروض مش للباحث العلمي فقط، الفروض العلمية نحن نحتاج إليها جميعا سواء كنا باحثين أم غير باحثين، لأن بتواجهنا مشكلات، أحيانا بتواجهنا مشكلات يومية أو مشكلات أسبوعية أو شهرية أو المهم تواجه الإنسان مشكلات. طيب من أجل أن يواجه المشكلات ما بيقول والله أنا بأفترض كذا وكذا، ها؟ إذن كلمة افتراض للمشكلة التي يواجهها
افترض ان المشكله هذه سببها كذا، لكن افترض اللي هو بيقول احتمال او افترض انه يكون الحل هكذا. اذا حتى الانسان العادي اللي ما بيكونش في البحث العلمي ممكن يستخدم هذه الفروض ويفترض، لانها عباره عن اسباب احتماليه حول الظاهره او الموقف او المشكله التي يمر بها يوميا. ممكن ان احنا نمر بمواقف كثيره، ربما بعض الطالبات اليوم عند قدومهم الى الجامعه يعني واجهتهم مشكلة، أروح ما أروحش، اليوم في دراسة ما فيش دراسة، في الأستاذ حيجي مش حيجي، محاضرة. إذا هذه كلها إيه؟ أفكار إيه؟ تخمينية احتمالية. فهي بتقرر بعد ذلك لا والله أنا حروح لأنه الأستاذ حيجي بيغيبش، مش معتاد أنه يغيب، إذا معناته لابد أحضر محاضرة اليوم جديدة، موضوع جديد. إذا هنا إيه؟ بتتخذ قرار، فبتوقف على إيه؟ على عقليتها وكيفية التفكير في هذه الفروض اللي بتفترضها والحلول التي يعني تضعها للحل. طبعا هذا كل إنسان، لكن إحنا بالنسبة للبحث العلمي كباحثين بنقوم بدراسة حسب المنهج العلمي، بنختار الظاهرة أو المشكلة وبنضع لها فروض علمية أيضا لها علاقة بالبحث، فروض، وبيكون بحثنا في حدود هذه الفروض، بحيث هذه الفروض بتوجهنا إلى الدراسة لهذه الظاهرة في حدود الفروض التي افترضناها للمشكلة لكي نتأكد من صحتها أو عدم صحتها بالنسبة للظاهرة أو المشكلة. واضح؟ ماذا أيضا؟ كمان من الأهمية. أيوة يا بنتي قولي. تساعد الفروض العلمية البحث على نتيجة مباشرة إلى الحقائق العلمية التي يريد أن يبحث عنها بدلا من تشتت أفكاره. كلام سليم، وهذه من أهمية الفروض العلمية. لماذا نضع الفرض العلمي؟ علشان نركز في البحث، ذهن الباحث ما يتشتتش في مواضيع كثيرة وأسباب كثيرة. بنركز، لو أخذنا ظاهرة الطلاق مثلا على سبيل المثال وبدنا ندرسها، ممكن نأخذ عامل أو عاملين ونضعهم على شكل إيه؟ فروض علمية، ونتأكد من صحتها وعدم صحتها. ممكن نقول والله العامل الاقتصادي وتأثيره على ظاهرة الطلاق، نأخذ منه فرض عام وبعد ذلك نصيغ فروض إيه؟ فرعية للتأكد من هذا الفرض. الزواج المبكر. أي نعم. برضو. وهكذا. إذن هنا إحنا بدل ما نشتت انتباهنا بنختار المشكلة أو الظاهرة وبنحدد العوامل المؤثرة فيها، وبنختار لنا بعض العوامل لنضعها على شكل فروض للتأكد منها من صحتها أو عدم صحتها. فهنا بيصيرش عندنا تشتت، بصير فكرنا في البحث كله في حدود فرض أو اثنين أو عامل أو عاملين أو سبب أو سببين للمشكلة، فإحنا بنركز عليهم. واضح؟ وهكذا. فإذا الفروض العلمية من أهميتها لا تشتت ذهن الباحث في البحث، بل تركز على موضوع البحث والعوامل المسببة له في حدود الفروض التي قام بافتراضها للتأكد من صحتها أو عدم صحتها. ماذا أيضا؟ أيوة يا بنتي. الميادين التي ابتدها الباحثون من قبل والتي وصلت فيها البحوث السابقة إلى درجة عالية من التطور العلمي، فيبدأ الباحثون بعدها بصياغة فروض محددة بحسب جذور الأبحاث في صلبها وحول محاولة التثبت من صحتها وعدم. كويس. هو دائما احنا الفروض العلمية بنقول نتطرق إليها في البحوث التي تم إجراؤها. واضح؟ والميادين البحث التي تم إجراء في الموضوعات المختلفة، فلذلك الموضوعات التي سبق دراستها دائما نستنبط منها الايه؟ الفروض العلمية. فلذلك من أهمية الفروض بأنها بتكون مجال خصب في الدراسات التي تم فيها عدد من الدراسات، فلذلك من هنا من السهل على الباحث أن يستنبط الفروض حول أي ظاهرة أو مشكلة يقوم بدراستها. هذا إذا كانت يا أستاذ يعني مشكلة جديدة يعني طرقوا لفرع ثاني وهم حطوا فروض وتأكدوا منها. يعني هذه بده ياخذوا من المشكلة السابقة، يعني من المشكلة السابقة يمكن إذا تطور برضو. نعم من المشاكل السابقة ممكن يختاروا ويعرفوا إيش العوامل المؤثرة فيها وتشوف هل تؤثر على المشكلة الحاضرة أم لا من دراسات سابقة. وكثير من الفروض ممكن نأخذها من دراسات سابقة في بحث حول موضوع معين، ممكن يكون لنا مجال خصب لكي نستنبط الفروض لم يتطرق لها الباحث في هذا البحث، فممكن نستنبط لها فروض جديدة ونشوف إيش العوامل التي تؤثر في هذه الظاهرة وهكذا. طيب، هذه كلها بتبرز لنا أهمية الفروض العلمية بالنسبة للبحث الاجتماعي. في عندنا أنواع للفروض، في عندنا ثلاث أنواع للفروض. ثلاث أنواع. أولا الفرض البحثي، ثم الفرض الصفري،
ثم الفرض الإحصاء. وهذا بدنا نفهمها جيدا حتى عرفنا كيف الآن بدنا احنا نختار الفرض ونختار حول المشكلة ونركز ذهننا حول فروض معينة. الآن بدنا نشوف كيف بدنا نصيغ هذه الفروض عن طريق أنواع الفروض. في عندنا الفرض البحثي. الفرض البحثي، الفرض البحثي هنا في عنا الفرض البحثي. طبعا الفرض البحثي هذا بيستنبط من خلال بحوث بحوث سابقة، وبتكون تم جمع بيانات ونتائج وغير ذلك حول هذه البحوث التي سبقت دراستها. فالباحث بيختار موضوع بحث مثلا وبيستنبط بعض الفروض من هذه الدراسات ولم يتطرق له الباحثون السابقون، فهو بيختار ما أوجه النقص في هذا البحث وكيف نتم هذا البحث. فلذلك من هنا هذا اسمه البحث اللي هو الصيغة البحثية للتأكد من صيغة الفرض. طبعا بدكم تاخدوها هذه يعني صيغة، دائما الفرض البحثي يصاغ بصيغة إيجابية، بل له توجد دلالة دائما معنوية أو إحصائية بين المشكلة والعامل الذي تم اختياره اللي هو الفرض للمؤثر في هذه المشكلة. على سبيل المثال ممكن نصيغ دائما الفرض بصيغة إيجابية، أنه نقول توجد دلالة إحصائية أو معنوية بين ظاهرة الطلاق وظاهرة ضعف الوازع الديني، هكذا بنربط. إذن هذا إيه؟ عامل بصيغة إيه؟ بحثية، فرضية بحثية إيجابية. فلذلك الفرض البحثي نصيغه بصيغة إيجابية عكس الفرض الصفري. بدكم تاخذوا عكس الفرض الصفري الذي يصاغ بصيغة سلبية. بنقول لما بدنا نصيغ المشكلة اللي احنا طرقنا إليها الطلاق، بنقول لا توجد علاقة بين ظاهرة الطلاق والعوامل الاقتصادية أو ضعف الوازع الديني. لا توجد علاقة بين ظاهرة الطلاق وضعف الوازع الديني. إذن هنا صيغنا الفرض إيه؟ بصيغة صفرية. خلينا في الفرض البحثي أولا، خلينا في صيغة الفرض البحثي. فلذلك الفرض البحثي دائما بوجهنا إلى صياغة الفروض بصيغة إيجابية لكي نستنبط منها الحقائق والبيانات حول الظاهرة أو حول المشكلة المراد دراستها. في عندنا على سبيل المثال ممكن ناخذ يعني مشكلة أو ظاهرة موجودة في مجتمعنا الشبابي حول الوعي الاجتماعي، وممكن من خلال هذه الظاهرة أو المشكلة نصيغ لها فرض علمي عام، ومن خلال الفرض العلمي نصيغ الفروض الفرعية التي تخدم لنا الفرض العلمي. أنا هنا ضارب مثال حول خدمة الجماعة، تعرفوها خدمة الجماعة طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية، وممكن نستخدمها في الجامعة وفي المدارس وفي المجال الشبابي وين مكان، حتى مع يعني بطريقة كطريقة مهنية. فهنا في فرض يعني أو في موضوع أو دراسة بنقول خدمة الجماعة وتنمية الوعي الاجتماعي لدى شباب الجامعة الإسلامية. خلينا ناخذ شباب الجامعة الإسلامية، ولما نقول شباب الجامعة الإسلامية الذكور والإناث أو طلبة الجامعة الإسلامية، واضح الوعي الاجتماعي وتنمية الوعي الاجتماعي لدى طلبة الجامعة الإسلامية. هذا موضوع اجتماعي يحتاج إلى معرفة الوعي الاجتماعي، دور الخدمة الاجتماعية، دور خدمة الجماعة. هل خدمة الجماعة عند تطبيقها مع الطالبات والطلاب هنا في الجامعة الإسلامية ممكن تؤدي إلى زيادة الوعي الاجتماعي لدى الطلبة؟ هذا موضوع البحث. طب من خلال موضوع البحث هذا اللي احنا ذكرناه على طلبة الجامعة الإسلامية طلابا وطالبات يعني ذكورا وإناثا بيشمل الناحيتين، هذا موضوع للبحث. ممكن نصيغ الفرض العام للمشكلة، ومن خلال الفرض العام ممكن ناخذ الفروض الفرعية. ناخذ الفروض الفرعية. طيب ممكن كيف بدنا نصيغ الفرض العام لهذه الظاهرة الموجودة اللي هي تنمية الوعي الاجتماعي من خلال تطبيق ماء الخدمة الجماعة بين الطلاب والطالبات في الجامعة الإسلامية؟ ما هو الفرض العام؟ نصيغ فرض عام ومنه نشتق فروض فرعية. ما هو الفرض العام؟ إن هو
هو الشباب الجامعي في مستوى الوعي الاجتماعي، ممكن نبثق عنه الوعي السياسي، الوعي الاقتصادي، أيوة. الوعي كويس. الاجتماعي. إذن بدنا نصيغ فرض عام، إحنا بدنا نصيغ فرض عام. ما هو الفرض العام؟ هي الفرض العام، الفرض العام توجد فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والإناث، عينة البحث من شباب طلبة الجامعة الإسلامية في مستوى الوعي الاجتماعي. هذا فرض إيه؟ عام. طيب خلينا نأخذ الفروض الفرعية. يلا هاي الفروض الفرعية، ما هي الفرض الأول؟ توجد فروض ذات دلالة معنوية بين الذكور والإناث، عينة البحث من الشباب الجامعي في مستوى الوعي بقضايا المجتمع ومشكلاته. إذن أول نقطة في الفرض الفرعي أخذنا القضايا، المجتمع ومشكلاته، يعني مشكلات المجتمع. هل لديهم وعي بمشكلات المجتمع؟ هل يعني إذا كان في توجد علاقة هنا بين الوعي، توجد علاقة أو فروق ذات دلالة معنوية بين طلبة الجامعة اللي هم عينة البحث اللي بنقدم من طلبة الجامعة، وفي مستوى الوعي بقضايا المجتمع ومشكلاته. هذا بنسميه إيش؟ فرض فرعي. بيخدم لنا الفرض الرئيسي اللي هو الوعي الاجتماعي. طيب الفرض الثاني، ما تكلمتش نهائيا، يلا تفضلي. توجد فروض ذات دلالة معنوية بين الذكور والإناث، عينة البحث من الشباب الجامعي في مستوى الوعي السياسي. إذن أخذنا الجانب الثاني، الوعي السياسي. الوعي السياسي، ها ماذا أيضا الفرض اللي في الآخر؟ أيوة بنتي. الوعي بالتنظيمات الشبابية، هل لديهم وعي أم لا؟ إذن هنا صغنا الفرض البحثي دائما بصيغة إيه؟ إيجابية ولا سلبية؟ نفي ولا إيجاب؟ إيجاب، لتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية، أو فروق، توجد فروق ذات دلالة معنوية أو إحصائية بين طلبة الجامعة واللي هي الوعي في مستوى الوعي بالتنظيمات الشبابية. في عندنا فرض رابع فرعي من هنا، بدنا من الناحية هذه. مين ما تكلموش هنا، ما تكلموش الطالبات. يلا تكلمي تفضلي. ما احنا قلنا التنظيمات الشبابية، هذا قلنا الفرق الفرض الثالث. في الفرض الرابع، نعم خلاص اللي بعده المشاركة. ايوه، اذا بنربط ما بين الوعي الاجتماعي والمشاركة. المشاركة نربط ما بين الوعي الاجتماعي ومشاركة الطلبة، المشاركة في تنمية المجتمع. فلذلك بنقول هل توجد دلالة إحصائية أو دلالة معنوية ما بين طلبة الجامعة وفي مستوى الوعي بالمشاركة في تنمية المجتمع؟ هذا فرض فرعي، كله بيخدم لنا الفرض الرئيسي اللي هي الوعي الاجتماعي. بهذا الشكل احنا ممكن نصيغ الفرض بصيغة بحثية اللي هي بصيغة إيجابية. واضح؟ ننتقل إلى النوع الثاني من الفروض. ننتقل إلى النوع الثاني في الفروض الصفرية. الفروض الصفرية يعني هي زي الفروض البحثية، بس إنما إيه؟ تصاغ بصيغة النفي. ولذلك بنقول لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كذا وكذا. واضح؟ هذا خلاصة الفرض الصفري. فلذلك من هنا بنصيغها سواء بين الظاهرة أو بعض العوامل المؤثرة فيها، أو بين المتغير التابع والمتغير المستقل، بنصيغها بصيغة النفي. فإيش نأخذ مثال، يعني مثلا يعني لو قلنا مثلا المتغير التابع والمستقل مثل الوضع الطبقي والمتغير التابع الإنجاب، هل توجد علاقة بين ظاهرة الإنجاب والطبقة الاجتماعية في المجتمع؟ هنا بنصيغها بهذا. فإذا معناته بنقول لا توجد علاقة. لو بدنا نصيغها بصيغة النفي اللي هي الصفرية، لا توجد علاقة بين الطبقة الاجتماعية والموجودة في المجتمع وظاهرة الإنجاب. واضح؟ لكن لو بدنا نصيغها بصيغة الإيجابية بنقول توجد علاقة. بس واضح؟ خلينا نأخذ أيضا مثال لمشكلة على الفرض الصفري. يعني مثلا حول الإعداد المهني واتجاهات طلبة الخدمة الاجتماعية نحو المعاقين أو المعوقين في المجتمع. هذا موضوع ممكن نختار له فرض عام، فرض صفري. إيش بنصيغه؟ لا توجد. بنقول لا توجد علاقة
ذات دلالة إحصائية بين الإعداد المهني واتجاهات طلبة الخدمة الاجتماعية نحو المعوقين. طب من هذا الفرض العام ممكن نصير فرض فرعي أو فروض فرعية؟ عدد من الفروض الفرعية اللي ما تكلمتش نهائي، يلا أنت تكلمي. هذا الفرض الأول. إذا أخذنا الجانب المعرفي، لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإعداد المهني والجانب المعرفي لاتجاهات الطلاب المعوقين. اللي هنا، أيوة في الآخر أنت يا بنتي. إذن أيوة ربطنا هنا بالجانب الوجداني، لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإعداد المهني والجانب الوجداني لاتجاهات طلبة الخدمة الاجتماعية. يلا أنت تفضلي، ما تكلمتش. الجانب السلوكي إذا ربطنا، لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإعداد المهني والجانب السلوكي. إذن قلنا ربطنا لا توجد علاقة. إذن هنا أخذنا ثلاث فروض للفرض العام، وضعنا الفرض العام وضعنا له للمشكلة أو الظاهرة اللي هي ثلاث فروض فرعية، ولكن صغناها بصياغة سلبية، وهذا اللي بنقول عنه الفرض الصفري. طب ليش إحنا هنا أحيانا بنصيغ، ليه ما نخليها دائما كلها نصيغها بفروض بحثية، توجد علاقة توجد علاقة، ليش بنقول لا توجد؟ لماذا؟ اول شيء بدنا نفرق بين البحوث، بعدين ممكن تكون هناك علاقه توجد بالايجاب وهنا بالنفي، يعني ممكن لا ممكن احنا الباحث احيانا يفترض حتى يبعد عن التحيز، حتى يبعد عن التحيز، ما نقولش والله دائما توجد علاقه توجد علاقه، احيانا الباحث بده يقول والله لا توجد علاقه علشان ما نتهمش بالتحيز في البحث، فلذلك احيانا بنصيغها بصيغه سلبيه اللي هي بصيغه النفي، واضح؟ واحيانا ممكن لو ثبت العكس تتحول إلى أي فرض إيجابي، تتحول إلى فرض إيجابي لو ثبت العكس. يعني لو قالت مثلا، نقول إحنا لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإعداد المهني والجانب السلوكي، لو ثبت فيه علاقة معناته توجد علاقة، معناته هكذا. لذلك إحنا في البحث بنصيغها بصيغة صفرية حتى نبتعد عن عملية التحيز، يعني نكون بعيدين عن التحيز. نعم يا بنتي. فرض صفري بيتهمش بالتحيز، لا يتهم، لأنه أنا ممكن أضع بصيغة صفرية على أساس أنا مش عارف الموضوع، لأن يعني أحيانا بدي أقول لا توجد علاقة، ليه أقول توجد علاقة؟ وأحيانا بصيغة بصيرة بحثية أقول توجد علاقة، إذا أنا متأكد أن توجد علاقة بدي أتأكد منها ببصيغ، لكن أحيانا بقبح حتى البحث بفيدني بنتائج غير التي كنت أتوقع بها، واضح؟ البحث يفيدني بنتائج غير التي كنت أتوقع بها، فلو مثلا قلت لا توجد علاقة وثبت أنه توجد علاقة بيكون نتائج البحث اللي وصلنا إليها خالي عن التحيز، واضح؟ خالي عن التحيز الباحث، وهكذا. فأنا بصيغ بصيغة النفي. إحنا الآن أخذنا نوعين من الصياغة، البحثي والصفري. بدي من كل طالب إن شاء الله في المحاضرة القادمة بدي أصيغ لمشكلتين، تكتب مشكلتين يعني العنوان يعني لمشكلتين، وتختار لي تصيغها مرة، تضع فرض عام لكل مشكلة، بالفرض العام تحوله إلى صياغة بحثية وصياغة صفرية، واضح؟ هذه لتستنبط منه فروض فرعية من كل فرض عام، وتصيغه بالصيغتين الصفرية والبحثية، يعني الإيجابية والسلبية، النفي وعدم النفي، واضح؟ تتدرب عليه، لأنه هذا موضوع بحوثكم إن شاء الله في الفصل القادم، كيف بكون تختاروا موضوع البحث، كيف بكون تضعوا الفرض العام، كيف بكون تصيغوا الفروض الفرعية لكل مشكلة، تتدربوا عليه وإن شاء الله بيكون موضوع نقاشنا جزء من المحاضرة حول هذا الموضوع حتى نكمل باقي المحاضرة. لسه ما زال لم ننتهي منها، في عندنا الفروض الإحصائية وغير ذلك للبحث. طيب إلى هنا، يعني اليوم كان موضوعنا حول الفروض العلمية، وأخذنا موضوع الفروض، ما معنى الفرض العلمي، وأيضا أهمية الفروض وأنواع الفروض، تكلمنا في أنواع الفروض حول الفرض
البحثي والفرض الصفري، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل باقي الفروض ونكمل أيضا مصادر الفروض من أين، وإن شاء الله أيضا نكون قد أدينا الواجب، يعني كل طالبة تؤدي ما عليها من واجب إن شاء الله، وهو صياغة مشكلة أو مشكلتين وصياغة هذه المشكلة، ثم وضع الفرض العام والفروض الفرعية لكل مشكلة بصياغة الفرض البحثي والفرض الصفري. إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة، لكن مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.